احد رموز النادي الاهلي الكبار كابتن طه اسماعيل، ايقونه اهلاويه عظيمه ومحترمه، سئل عن رئيس النادي الاهلي الحالي اداريا مش فنيا، الكابتن محمود الخطيب. نشوف راي الشيخ طه. كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب يعني مسك في فتره حرجه قوي وفيها مشاكل كثيره جدا، وهو تعرض لحاجات شخصيا، هو تعرض لمشاكل كثيره ما كانش يجب تحصل، يعني مش منه هو، من الاخرين يعني، لكن هو يعني الراجل صامد لها بشكل كويس جدا وهادي جدا، ويتعامل مع الامور بهدوء رغم قساوه بعض التعليقات ولا الهجوم اللي يتم عليه. بالنسبه للفريق، الفتره اللي فيها كورونا وفيها فتره انتقاليه وفيها مشاكل برضو في بالنسبه للفريق، لكن نجح السنه اللي فاتت ان هو يفوز بالدوري العام بعد ما كان الفريق في المركز الاخير في بعض الفترات، وقدر ان هو يرجع من الخلف مع الفارق الكبير اللي كان موجود لنادي الزمالك في النقاط ويفوز بالدوري، وده هتحسب له الصفقات اللي عملها في هذا الوقت ووقفت الفريق على رجليه. والسنة دي برضو الفرقة أخذت الدوري العام بشكل رائع جدا وكسبت البطولة قبلها بسبع أسابيع، يعتبر نجاح كبير جدا. بتمنى له التوفيق في الأفريقية إن شاء الله عشان يتوج عمله بشكل كويس، لكن محمود الخطيب من الكوادر المحترمة في النادي الأهلي وربنا يوفقه إن شاء الله. إن شاء الله. بعد ده الرأي الأمين والصريح للأيقونة الأهلوية الكبير الدكتور طه إسماعيل.